صباح الخير. هذا اليوم رقم 58 في هذه الرحلة. هذه هي البلاصة اللي نعست فيها اليوم. صراحة بلاصة زوينة. المهم هذه البلاصة هذه كاينة بين أسني ومولاي إبراهيم، قريبة عليهم بجوج. أسني كاين في هذه الجهة هذه، تقريبا من هنا لأسني كاينة كيلومتر ولا كيلومتر شي حاجة، ومن هنا لمولاي إبراهيم كاينة جوج كيلومتر تقريبا. مولاي إبراهيم كاين في هذه الجهة، طريق راية فين دايزة هي اللي جيت منها البارح. جيت من أسني، الطريق هادي كتدي لتحناوت ومراكش. دابا راه شعلت العافية وبزز باش شعلتها، مبغاتش تشعل حيت البارح صبات الشتا، كلشي فاز، العواد فاز مني. وأصلا واخا هكاك راه مشعلاش مزيان. المهم كنوجد الفطور، أتاي هو كيطيب. هادشي اللي كاين، الجو دابا زوين، الجو رائع، كاينه الشميشه، يا سلام. غنفطر ونشوف كيفاش غيكون البلان، واش غنرجع عاوتاني لاسني ولا غنكمل في الطريق هادي ديال تحناوت. ولكن غالبا غنرجع لاسني، من اسني ان شاء الله غنشد على الايمليل. هذا هو الفطور ديال اليوم، نفطر بالخبز والشوكولاتة. غندير هذا الشوكولاتة هذا ومن بعد غنسخنو، غنسخن الخبز باش يذوب. الخبز هو تحرق، الشوكولاط مبغاش يذوب، صافي غناكلو غير هكا. ها العملية صدقات، ولكن غير نسبيا صدقاتش 100%. المهم داب تمشي شوية. سمعت دابا الحوايج ديالي وقررت انه غادي نرجع للاسني، ومن بعد غندير الطريق ديال الامليل، غنطلع للامليل ان شاء الله. هي البلاصه اللي نعست فيها، هاد الغابه هادي زوينه واعره. كاين واحد المحل هنا قريب لديك البلاصه اللي نعست فيها، كيبيع الأواني الفخارية ولا الأواني الخزافية، طواجن، كلشي كاين. هذه هي أسني، وإمليل كاينة الفوق، كاينة لهيه، وهنا فين كاين توبقال، جبل توبقال، راه دابا فيه الثلج. خرجت دابا من أسني، هذه هي الطريق اللي كتدي لجبل توبقال و إمليل. تقريبا كاينه 15 كيلومتر من هنا لإمليل، و المهم تقدي داكشي اللي خاصني. يقدر بعد غدا إن شاء الله يكون أول يوم في رمضان،
المهم تقديت مزيان نيت على حساب رمضان، وهذه دابا 5:30 يعني خاصني نزيد ساعة تقريبا، ومن بعد غنشوف شي بلاصة فين غنبات الغدا ان شاء الله، شي بلاصة فين غنحط الخيمة ديالي. صراحة الدنيا زوينة هنا، واعرة. وانا دابا غندخل مع هاد الطريق هادي، نمشي نشوف شي بلاصة اللي هي حدا الواد، الواد كاين لتحت، باش نخيم فيها حتى الغدا ان شاء الله. شوفوا الطبيعة شحال زوينة هنا، الخضورية اللي ما موجود. واو يا سلام. انا دابا وصلت للواد، راه هو الواد. دابا خاصني نقلب على شي بلاصه فين غنخيم. جد دابا باش نجيب الصك الاخر، راه هو فين خليته، حيت هو اللي فيه الحوايج المهمين، فيه البيسي، فيه الكاميرا، فيه التليفون. وحتى الا جاب الله وقعت شي حاجه هنا في القنطره، باش الصك ما يوقع ليه والو. واو يا سلام، بسم الله. اخيرا لقيت بلاصه فين غندير الخيمه، غنديرها هنا تحت هاد الشجره هادي. الواد كاين غير هنا، وكما كتشوفوا واحد الدوار فين العين، ولكن ماشي مشكل، بعيد شي شويه. الشمس دابا غربات، يعني خاصني نبدا نقاد الخيمه. بصراحه الدنيا زوينه، هادشي جميل. كديت لاطونت ودابا كنطيب الشوفان. في المود ديال الجوع اليوم، ما تغديتش نهائيا، ولكن الصراحه ما فطرتش بكري اليوم، فطرت تقريبا مع ديك 11 ونص 11، ولكن فيا الجوع دابا. قال صباح الخير، هذا اليوم رقم 59 في هذه الرحله. اليوم دوزت احسن ليله في هذه البلاصه، هذه كالم هنايا، بلاصه زوينه بزاف. الشيء اللي كيبان بيض هنا في الارض داير بحال القطن، كيطيح من هذه الشجره هذه. بحال القطن، وملي كيكون الريح كيكون بحال لا كيطيح الثلج. هادي واقيلا الشجره ديال القرقاعه، حيت قبيله لقيت واحد القرقاعه هنا، وكنظن هادي الشجره ديال القرقاعه. وصراحه هنا عندهم بزاف ديال انواع ديال الاشجار، كاين التفاح، كاين اللوز، كاين المشماش، كاين البرقوق، كاين بزاف ديال الانواع. عندهم الفلاحه بزاف هنايا. ودابا كنوجد الفطور، انا دابا جمعت الحوايج ديالي، هما السيكان. قبيله كان جا عندي واحد السيد وعرض عليا باش نمشي نفطر عندهم في الدار، ولكن ديك الساعه لقاني يلاه فطرت،
وصراحة الناس ديال هنا ظريفين بزاف، الناس الله يعمرها هذا. والبارح كنت بغيت نلقى شي واحد هنا باش نسولو ونقول ليه واش ممكن ندير الخيمة ديالي هنا، غير باش يعرفوا شكون اللي كاين هنا، غير باش يعرفوا بلي انا كاين هنا، ولكن ما لقيت حتى واحد. دابا غنشد الطريق ان شاء الله، غنمشي نقلب على طريق غودرون، كاينه في ديزا وسط الدوار، الدوار اللي كاين فوق، كاينه واحده اخرى باين ولكن ما عرفتش فين كتدير. دخلت دابا مع الطريق هادي وما عرفتش فين غتخرجني، المهم غتخرجني في شي بلاصه. كتبقى غادي وكتمنظر هاد الشجر، هذا داير بحال الشجر ديال اللوز ولكن ماشي لوز، داك وقيله برقوق ولا شي حاجه. هي زوينه هذا، وقيله قرقاع. وصلت دابا لهاد البلاصة هادي، وكما كتشوفوا خطيرة، مستحيل ندوز فيها، يعني خاصني نرجع عاوتاني شي كيلومتر تقريبا في هاد الطريق هادي، الطريق اللي جيت منه، ولكن معليش ماشي مشكل، حيت ما عندي ما ندير. أنا دزت منها ولكن كما كتشوفوا خطيرة، هادشي ممكن يطيح في أي لحظة، ولكن السكان ديالي خليتهم الجهة الاخرى. ندوز صك صك، نبدا بالصك الكبير. انا وصلت للطريق غودرون، كاينين جوج ديال الويديان هنا، هاد الواد هذا جاي من إمليل، الماء ديالو نقي، الآخر ما عرفش منين جاي، والماء ديالو قوي شي شويه، هذا الماء ديال الثلج. واه هذه هي الطريق اللي كتدي لاعلى قمه جبليه في المغرب، واعلى قمه جبليه في شمال افريقيا، طريق ديال امليل، كلها محفره. صراحه كاينين شي بلايص طريق فيهم زوينه النيلو، ولكن واخا هكا كاينين عاوتاني هاد الحفاري. دي واحد القنطره هنا، هاد القنطرة هادي دايرينها كيدوزو منها الناس ملي كيكون الواد حام، الناس اللي ساكنين في دوك الديور اللي لهيه. دابا وصلت لإمليل، الصراحة الطريق ولات زوينة من بعد 5 كيلومتر على ديك البلاصة اللي صورت فيها، وداك الدري اللي وصلني الله يجازيه بخير وقف ليا وقال لي طلع نوصلك، قلت ليه راه عندي ثقل، قال لي ماشي مشكل صافي وانا نطلع. دابا خصني نشوف شي قهوة نتغدى فيها ومن بعد نشوف كيفاش غيكون البلان. الدنيا زوينة هنا في إمليل. هادي دابا الخمسة ونص ويلا خرجت من هاد القهوة هادي، تغديت معاهم يوم الجمعة،
غدينا بالكسكسو، الله يجازيهم بخير. دابا خاصني نشوف شي بلاصه فين غنبات حتى الغدا ان شاء الله. انا دابا غادي طالع لواحد البلاصه كاينه الفوق فيها الشلال، الشلال ديال الامليل. غنمشي لواحد الكومبينغ كاين تما نيت، المهم غنشوفو مول الكومبينغ الا دار معانا شي ثمن زوين غنبات فيه حتى الغدا ان شاء الله. الا كان غالي خاصني نشوف شي بلاصه اخرى. واو على الطاي، انا دابا قرب نوصل لشلال امليل وقريه ارمض، قريه سياحيه ديال ارمض كاينه الفوق، كاينه هنا في هاد البلاصه. واو هادشي جميل، هنا موجود عندهم تبارك الله. يا سلام،